بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المحاضرة Quantities and Units in Radiation Protection، تخصص شائعية لطلبة الماجستير من قبل الأستاذ المساعد دكتورة ندى فرحان. سنتعرف في هذه المحاضرة على الكميات الإشعاعية المستخدمة في قياس الإشعاع ووحداتها، وهي كما يلي: Exposure, Absorbed Dose, Equivalent dose, effective dose, and relative biological effectiveness. Exposure أو التعرض، ويرمز له بالرمز X، ويستخدم لقياس التعرض لأشعة X أو أشعة جاما فقط، ويستخدم في أجهزة المسح، أجهزة قياس المسح الإشعاعي، وهو مقياس لكمية الإشعاع الموجودة في البيئة. ويعرف التعرض بأنه مجموع الشحنات الكهربائية السالبة أو الموجبة لجميع الأيونات التي تنتجها الأشعة في كتلة من الهواء الجاف مقدارها M، ويمكن أن يعبر عنها بما يلي: X equal Q per M. أما وحدات التعرض فهي charge per mass or of air or C per kilogram or Rontgen. والرونتجن هي الوحدة الخاصة بالتعرض. Absorbed dose D أو الجرعة الممتصة، تصف الجرعة الممتصة مقدار الإشعاع الممتص من قبل جسم الإنسان، وهي الطاقة الممتصة لوحدة الكتلة لأي مادة. D equal DE per DM، حيث أن DE هي الطاقة التي ينقلها الإشعاع لحجم أو كتلة معينة من المادة DM، وتقاس الجرعة الممتصة بوحدة الطاقة المقسومة على الكتلة لأي مادة، وقد تقاس بوحدة الإرج للغرام أو الجول للكيلوغرام. والجرعة الممتصة وحدة خاصة بها هي الراد، والراد هي وحدة صغيرة ولها وحدة أخرى أيضا كبيرة هي وحدة الجراي. سنتعرف بالتفصيل على الوحدات التي تقاس بها الجرعة الممتصة. A راد، كلمة راد مقتبسة من الحرف الأول من كلمات الجملة Radiation Absorbed Dose، وهي كمية أي إشعاع، ليس فقط أشعة X أو أشعة جاما، كمية أي إشعاع ينقل طاقة مقدارها 0.01 جول إلى كيلوغرام واحد من المادة المعرضة للإشعاع، وهي وحدة بيولوجية تصف الإشعاع المستلم من قبل المريض. B gray، وهي تعبر عن الطاقة الممتصة مقسومة على كتلة النسيج جول بير كيلوغرام، والعلاقة بين الراد والجراي مشابهة للعلاقة بين المتر والسنتيمتر، حيث إن 1 جراي يساوي 100 راد أو يساوي 1 جول بير كيلوغرام. وهناك عدة وسائل تستخدم لقياس الجرعة الممتصة من قبل العاملين في مجال الإشعاع، مثل الفيلم باج
أو TLD لقياس الجرعة الكلية للجسم أو حلقة TLD لمراقبة جرعة اليد. Equivalent dose TH sub TR الجرعة المكافئة. الجرعات الإشعاعية المتساوية الطاقة تزود الجسم بنفس الطاقة الممتصة على اختلاف أنواعها، ولكن تأثيرها البيولوجي على الجسم يكون مختلف باختلاف نوع الإشعاع المؤين الذي يتعرض له الجسم. وتحسب الجرعة المكافئة من العلاقة التالية H sub T tissue, R radiation equal D T R multiply by W sub R، حيث أن D sub T, R هي الأبزوربد دوز الجرعة المستلمة من قبل النسيج T من شعاع مقدار R مضروبة في الويتينج فاكتور أو عامل الترجيح. الوحدات التي تقاس بها الجرعة المكافئة هي الريم والسيفرت. الريم يقصد بها رونتجن إكويفالنت مان، والريم تحسب من حاصل ضرب الجرعة الممتصة بوحدة الراد في معامل الترجيح الويتينج فاكتور. أما السيفرت فهي وحدة من وحدات النظام الدولي الاس اي، وهي تساوي الجرعة الممتصة بوحدة الجراي مضروبة بمعامل الترجيح، وواحد جراي يساوي 100 راد، وواحد سيفرت يساوي 100 ريم. ملاحظة: وحدات الريم والراد والجراي والسيفرت هي مصطلحات جمعية أو مجموعة، لذلك هي وحدات غير قابلة للجمع حتى وإن وجدنا حرف S في نهاية أي وحدة منها. الجدول الموضح يبين الويتينج فاكتور أو عامل الترجيح للإشعاع مقابل كل نوع من الأشعة، ويلاحظ بأن عامل الترجيح للبيتا والإكس راي والجاما راي ذات الاختراقية العالية هو أقل قيمة موجودة في هذا الجدول. أما معامل الترجيح لجسيمات ألفا الثقيلة أو الأيونات الثقيلة فهو 20، وهو أعلى قيمة لمعامل الترجيح الموجودة في هذا الجدول. الجرعة المؤثرة effective dose ويرمز لها بالرمز E. بما أن أعضاء جسم الإنسان وجميع الأنسجة الحية لها حساسيات مختلفة تجاه الأنواع المختلفة للإشعاع، فقد تم إدخال عامل الجرعة المؤثرة للإشعاع على النسيج والتي يرمز لها بالرمز E، وهي عبارة عن مجموع حاصل ضرب الجرعة المكافئة H sub T, R للإشعاع المستلم من قبل النسيج الحي في
عامل الترجيح للنسيج W sub T. وتقاس الجرعة المؤثرة بوحدات السيفرت والريم. وقد وضعت اللجنة الوطنية الدولية للوقاية من الإشعاع NCRP جدول بعوامل أو معاملات الترجيح. والجدول الموضح يبين الخطورة للجرعة المؤثرة للجرعة الممتصة مقدارها 10 ملي سيفرت على النخاع العظمي البون مارو تعادل 12 مرة من خطورة الجرعة المؤثرة على الجلد لنفس الجرعة، حيث يلاحظ بأن قيمتها لنخاع العظم البون مارو تساوي 0.12، أما بالنسبة للسكن أو الجلد فهي 0.01 بالنسبة لنفس قيمة الجرعة الممتصة اللي هي مقدارها 10 ملي سيفرت. Relative Biological Effectiveness والذي يرمز له بالآر بي أو الفعالية البيولوجية النسبية هو كمية الطاقة الإشعاعية التي تنتج تأثير بيولوجي متساوي، ويستخدم الـ RBE لحساب حساسية الأنظمة البيولوجية المختلفة إلى الإشعاعات المختلفة. ويعرف الـ RBE بأنه نسبة جرعة مقدارها 250 KVP من الإكس راي التي تنتج نفس التأثير البيولوجي وبنفس الدرجة لجرعة أخرى من إشعاع آخر. ويعرف الـ RBE لإشعاع نوعه R على نسيج نوعه T بالنسبة التالية، حيث أن RBE equal D sub X per D sub R. وهذه هي جرعة المرجعية الممتصة من الإشعاع القياسي الذي هو X أو الأشعة السينية، ودي آر هو الجرعة الممتصة من الإشعاع الذي نوعه R الذي يسبب نفس كمية الضرر البيولوجي. يوضح الشكل الوحدات المستخدمة في قياس الإشعاع والتي هي الأكتيفيتي، كمية الأكتيفيتي التي تصف فعالية المصدر المشع أو المادة المشعة ووحداتها اللي هي البكرل والكيوري. الوحدة الثانية هي وحدة التعرض للأشعة، أشعة إكس أو أشعة جاما فقط الإكسبوجر، والتي تقاس بالرونتجن أو تشارج بير كيلوغرام في الهواء الجاف. الوحدة الثالثة هي الجرعة الممتصة اللي هي الأبزورب دوز التي من الممكن أن تمتص من قبل أي جسم، وتقاس بوحدة الجري، وقلنا الجري هي الوحدة الكبيرة لقياس الأبزورب دوز، ووحدة الراد أيضا، والراد هي وحدة صغيرة لقياس الأبزورب دوز. الكمية الرابعة هي
effective dose او الجرعة المؤثرة وهي جرعة او كمية بيولوجية تقاس بوحدات السيفرت والريم، والسيفرت هي وحدة كبيرة والريم هي وحدة صغيرة، والكمية الأخيرة هي وحدة أو كمية الإكوفالنت دوز الجرعة المكافئة، وتقاس وهي أيضا كمية بيولوجية وتقاس بوحدة السيفرت أو وحدة الريم. وشكرا جزيلا لإصغائكم.